يمكن آية خلينا نفند المعلومات اللي ذكرناها. بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي. دكتور جمال، أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم. الحقيقة من كل اللي ذكرناه الآن نصل إلى نقطة رئيسية، وهي أن كان هناك سياسة متبعة لحماية الأمن الغذائي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية. لو نتحدث معك بمزيد من التفصيل عن هذه النقطة يا دكتور. هو في الحقيقة بالنسبة للقمح يعني هو يعتبر على رأس أولويات الأمن الغذائي في مصر، يعني هو المحصول الرئيسي. طبعا كان في الستينات والسبعينات كان المساحة مليون فدان، دلوقتي زي ما حضرتك ذكرتي المساحة دلوقتي يمكن مش 3 مليون و400 ألف، هي 3 مليون و650 ألف، بزيادة 250 ألف عن العام الموسم السابق. المساحة دي في لو فرضنا نفس الإنتاجية الفدانية اللي هي 2.7 طن الفدان، دي تدينا تقريبا 9.5 أو أكثر مليون طن، وده أكثر من الكمية المنتجة في السنوات السابقة، ده بالنسبة للإنتاج. طبعا المساحة الإضافية دي كانت بسبب التوسع الأفقي في مشروعات الدلتا الجديدة وشرق العوينات وغيرها من المشروعات العملاقة اللي تمت في يتعلق بالتوسع الأفقي. النقطة الثانية التخزين الاستراتيجي. التخزين الاستراتيجي كان قبل كورونا، الحقيقة قبل سنة كورونا ل 2020 كان التخزين الاستراتيجي شهرين فقط، يعني ما يكفي من القمح لشهرين فقط من الاستهلاك. بالمناسبة الرقم اللي ذكر عن استهلاك مصر من القمح ده هو 21.5 مليون طن، مش 14، ما اعرفش 14 مين، لكن هو احنا بننتج 9 مليون طن وبنستورد 12 مليون طن، ونسبه هنا زي يعني ما ذكر حوالي 58% من الخارج، ويعني 42% من الانتاج المحلي. فاذا احنا طبعا بالنسبه لرفع الاكتفاء الذاتي طبعا لا طبعا سياسه مستهدفه، والقياده السياسيه طبعا بتضع الامن الغذائي على راس الاولويات قطعا، يعني لابد من ان توضع سياسات الامن الغذائي على راس اولويات. طيب دكتور جمال، اذا تحدثنا عن دور وزاره الزراعه في هذه الازمه، ونتحدث ان وزاره الزراعه تطلق قافله محمله بالسلع الغذائيه لعدد من المحافظات، نتحدث ايضا عن وجود متابعه مستمره ورؤيه متكامله مع مختلف الوزارات والهيئات طبعا للتخفيف او تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، العديد من الاجراءات والخطوات تقوم بها وزاره الزراعه وتقوم بها الدوله او كافه الوزارات في هذه الازمه، اذا تحدثنا عن هذه الازمه او حتى أزمة كورونا الماضية وتبعاتها أيضا، كل هذا كيف يصب في صالح المواطن للتخفيف عن كاهله كما نقول الآن؟ طبعا الأزمة اللي احنا موجودين فيها دي الحقيقة بسبب الحرب، يعني جزء منها الحرب الروسية الأوكرانية الحقيقة، لأنه كان قبل الحرب كان في زيادات كبيرة في الأسعار العالمية نتيجة لمشاكل في سلاسل الإمداد، ونتيجة ل زيادة في أسعار النفط أو البترول. فدي كانت، لكن الحرب الروسية الأوكرانية الحقيقة زودت يعني الأمر وارتفعت الأسعار العالمية ارتفاعات كبيرة، وإحنا بنستورد يعني السلع الأساسية من الحبوب القمح والذرة وزيوت الطعام ويعني البقوليات دي كانت لكن زي ما حضرتك تفضلتي ده إحنا في حالة يعني طوارئ، يعني أنا بعتقد إنها يعني لابد ان تشبه حاله الطوارئ كل الاجهزه، اجهزه الدوله بكل وزاراتها وبكل اجهزتها يعني بترفع حاله الاستنفار، يعني وزاره الزراعه طبعا لانها مسؤوله عن قطاع الزراعه فلابد ان يعني عندها برضو المنافذ بتاعتها، ووزاره التموين والتجاره الداخليه عندها المنافذ، الجمعيات التعاونيه اللي تابعه لوزاره التجارة التموين والتجارة الداخلية بتبيع بأسعار يعني معقولة، وزارة الداخلية بتقوم بالتفتيش على يعني من يحجبون السلع بقصد الإضرار بالسوق وبقصد رفع الأسعار بطريقة احتكارية وطريقة مغرمة. يعني الحقيقة في حالة استنفار من كل هذه الوزارات. طبعا احنا مقبلين يعني إن شاء الله على شهر مبارك، شهر رمضان
الحقيقه، وبتزيد فيه الاستهلاك شو يعني تقريبا من 20 الى 30% زياده في الاستهلاك عن بقيه الشهور يعني نتيجه ظروف الشهر يعني. ففي حاله استنفار يعني لابد من يعني مواجهه مساله ارتفاع الاسعار وتخفيف يعني وضع الغلاء بالنسبه للناس. طيب دكتور جمال لو سمحت لي يعني خليني اتكلم مع حضرتك عن الاجراءات الاخيره التي اتخذتها الدوله المصريه للتخفيف ربما من حده هذه الازمه. بنتحدث عن رفع سعر اردب القمح خاصه ان احنا مقبلين على موسم الحصاد من جانب، ومن جانب اخر كان هناك ايضا توجيهات اخرى بمنع او دعني اقول تقليل فكره تصدير بعض السلع. الى اي مدى هذه الاجراءات ايضا ستخفف من حده هذه الازمه؟ هذه كانت إجراءات ضرورية الحقيقة، يعني الحقيقة بالنسبة لزيادة سعر القمح هو كان السنة اللي فاتت 720 جنيه تقريبا يعني للأرداب. السنة دي كان في سبتمبر الحكومة أعلنت، وقبل الحقيقة ما ترتفع الأسعار هذه الارتفاعات الكبيرة يعني، عملت 820 جنيه للفدان، والقيادة السياسية رأت إنه مع زيادة الأسعار طبعا لابد من حافز للفلاح للتوريد. يعني السعر دلوقتي يتراوح بين 865، وطبعا زياده 65 جنيه على ال 820، احنا 885 جنيه يعني. ولذلك ده اعلى درجه نقاوه يعني، تتراوح بين 865 الى 885 جنيه يعني. ده عشان التوريد. الهدف من القصه دي انه اولا يعني زياده في دخل الفلاح الحقيقه زيادة كبيرة، ولو انه السعر طبعا اقل من السعر العالمي شوية، لكن فلاحين بوازع الوطني طبعا وهم مدعومين في سعر السماد وغيره، لكن يعني بوازع وطني بكل روح بيسلموا. ده دور المواطن يا دكتور. نعم فندم. الحقيقة ان ده دور ايضا بيقع على المواطن. اكيد، ما هو المواطن احنا في حالة لابد ان تكاتف يعني. صحيح. مش كلنا هنقول بقى السعر العالمي والكلام ده. الحقيقه يعني انا اعتقد الفلاحين متفاهمين هذا الوضع طبعا، وده يعني وان شاء الله هيسلموا 5.5 مليون طن تضاف الى الاربع شهور التخزين الاستراتيجي اللي هي بتكمل زي ما التقرير تفضل يعني لنهايه السنه. وفي نفس الوقت الدوله مش ساكته، هيئه السلع التموينيه اللي هي التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه بتجيب من مصادر اخرى طبعا. يمكن روسيا واوكرانيا دلوقتي توقفوا بشكل كبير عن يعني التوريد يعني القمح للدول الاخرى. احنا على فكره احنا مش الدوله الوحيده اللي تواجه هذا الموقف يعني. صحيح. في دول كثيره في المنطقه في الشرق الاوسط زي ايران وتركيا والمغرب والجزائر، كلهم كانوا معتمدين على الدولتين دول الحقيقه في موضوع الحبوب. طيب دكتور جمال لو انتقلنا لنقطة أخرى وتحدثنا ربما عن الرؤية الاستباقية للدولة المصرية من خلال المشروعات التنموية الكبرى التي تحدث الحقيقة في كل المحافظات، يعني إذا تحدثنا عن الصوامع أو المشروعات الزراعية المختلفة التي تحدث، كيف تكون مؤثرة في هذه الأزمات وكيف كانت وسيلة لتخطي هذه الأزمة التي نعيشها الآن؟ الحقيقة يعني الحياة الجهد مستمر يعني، المفروض إن احنا لا نتوقف عن يعني لانه احنا طبعا الموضوع غامض بالنسبه للحرب، مش معروف هتوصل لاي مدى. فاحنا موضوع تدعيم الخزن التخزين الاستراتيجي مهم جدا يعني. انا اعتقد انه انا في رايي الشخصي يعني انه الاربع شهور لابد ان تزاد يعني طبعا الى ست شهور، وده اعتقد انه القياده السياسيه امرت بهذا فعلا يعني من زياده 4 شهور الى 6 شهور. واعتقد انه من 6 شهور الى سنه كامله طبعا في مدى زمني اطول شويه. طبعا الصوامع بتكلف كتير يعني في مليارات الجنيهات يعني، لكن هو امر يستحق لانه ده امن غذائي. فالحقيقه التوسع في طاقه التخزين الاستراتيجي من 4 شهور الى 6 شهور ده هدف معمول فعلا وبيجري العمل على اساسه. إقامة مزيد من الصوامع. صحيح. حتى استخدام الشؤون البنك الزراعي المصري وغيره من الصوامع، حتى ممكن تتعمل يعني صوامع بلاستيكية حتى قليلة التكلفة، مش ضروري يعني صوامع
حديثة في المدى الزمني القصير يعني والمتوسط. نمرة اثنين في توسع أفقي جاي، يعني احنا في يعني المشروعات اللي بتتوسع فيها الدولة في الدلتا الجديدة وسيناء وشرق الأوينات وتشكى، دي مشروعات كبرى يعني ممكن في الموسم القادم إن شاء الله تتحسن الوضع جدا، يعني بالإضافة إلى يعني العمل على طبعا رفع الإنتاجية، يعني حضرتك 2.7 طن ديت للفدان، يعني المفروض انها ترتفع مش لثلاثة طن زي ما التقرير ذكر، ده 3.5 طن. يعني انا في اعتقادي وانا عندنا دراسات على هذا الموضوع ان 9 مليون طن ممكن يرتفعوا الى 14 مليون طن لو احنا عملنا تعميم للتقاوي المنتقاة على جميع مساحة مساحة القمح، يعني اللي هي 3 مليون و650 ألف. نعم. هتصل إلى إن شاء الله السنة الجاية إلى 4 مليون فدان، وتعمم عليها التقاوي المنتقاة اللي بتفرق حوالي 0.5 طن في الفدان. يعني إحنا ممكن 0.5 طن بمجرد إن إحنا نستخدم التقاوي المنتقاة المعتمدة من وزارة الزراعة بدلا من صحيح التقاوي التقليدية اللي بيعتمد عليها المزارع، وده فرق ممكن يجي بسهوله خلال الموسم اللي هيتزرع ده السبت سبتمبر القادم ده او نوفمبر، يعني هيزرع القمح الجديد، ولا بد ان يعني وزاره الزراعه ان شاء الله توزع التقاوي المعتمده على كافه المساحه وليس مليون فدان فقط كما هو الحال. يعني الارشاد الزراعي زائد الاصناف عاليه الانتاجيه اللي هي وزاره الزراعه طبعا بتشتغل ومعهد بحوث المحاصيل يعني بيشتغل الحقيقه بجهد كبير في القمح والارز والذره، كل نعم. مجموعه الحبوب دي الحقيقه يعني فيها شغل يعني معتبر جدا. وضحت الصوره والفكره على كل حال. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال الصيام استاذ الاقتصاد الزراعي، كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا على هذه المعلومات والتفاصيل.